طيب يا جماعه رح نكمل سوا بالتعامل مع الاسطح المرني بشكل عام مع الفرش كل شيء بتعلق به يعني الديكور بشكل عام رح ندخل هون على البوكس نفهم فكره اساسيه بس انا هون رح خفف السيجمنتس تمام هلا في عنا امر ممكن نزيد تقسيمات شوي هذا بوكس تمام ففي عنا امر اسمه مش سموث هو امر سموث هو تنعيم فالمش سموث انا لما بكون عندي سطح مكسر او مستقيم بحولي على سطح شو ناعم هيك بكل بساطة هيك مبدأ بسيط بس الفكرة فيها انه انا ممكن ارجع على البوكس رح اعطيه هون ايديت بولي قوله شو اند ريزولت تمام ممكن ارفع نقطة فيها هي نقطة هون اي شكل من الاشكال ممكن تكون فرش معين او شيء تمام فهي لما رح احولها على المش سموث شو رح يصير زي ما شايفين بدها تتحدد فانا هون يعني عم اشتغل بخطوط مكسره بس عم ينتج عنا خطوط شو ناعمه او منحنية هاي فكره كتير مهمه معظم خطوط الفرش اللي بتشوفوها انتو خلونا نشوفها سوا نرجع لهاي معظم عناصر الفرش اللي بتشوفوها مثلا هيك شيء ممكن تكون تكوني كلها من اسطح شو مكسره تكسير فما انه هي والله نحن اول ما بنشوفها فكره صعبه او شيء شوفوا هي مثلا ماشي ممكن تكون عباره عن بوكس نعم تمام حتى هون ما نفصل نحن ممكن نفصل طعجات معينه ممكن نفصل درزات على الحروف كلها تفاصيل مثل هذا الكرسي مثلا هلا رح نشوف شو اصدقائي مش اسمه هلا رح نشوفها مثل هالكرسي هذا خلونا نشتغل سوا بهذا الكرسي ماشي هلا نصممه هذا رجلين بوكسات ممكن بوك ها لا ليش سموث ما فيها سموث هي هي هيك خطوط كلها خطوط هلا رح نشوف شلون رح ندمجها سوا رح نبدا نصمم الاجرين اول شيء ونرجع نصمم الفرش فعليا بالنسبه للاجرين المعدن تبعت الكرسي فكيف ممكن نصممه نتخيل واجهتهم كيف شكلها تمام واحد وبعدين ننسخ على الطرف الثاني وبعدين شو بنعمل نوصل بيناتهم بكل بساطه فرح ننتقل هون ريكتانجل ممكن نشتغل على الابعاد حتى شو ارتفاع الكرسي بيكون بالعادي 40 كثير في عنا فرش بده يجي فوق وراح يزيدوا سماكي طيب 35 35 convert to editable اخذنا الفيرتكس شو راح نعطيه هون فتقريبا هي واجهة الكرسي صارت حلو هذا ما بدنا اياه حذفنا ديليت نرجع ناخذ هذا السطح ممكن ادخل اخذه من قلب سبلاين مشان ما ارجع اعمل له التاج عرفتوا شو الفكره فاخذنا سبلاين اخذنا هيك وممكن شفتوا سحب اخذنا هلا في عنا خيار ما نضيفه ما بعرف اذا رح نستعمله شو اسمه كونكت كوبي هي كونكت كوبي الكونكت كوبي انه انا عم اسحب يسحب مع خطوط بفيدكم بالمستقبل هون ما رح يلزمنا كثير بس يعني فيدنا بال كشغل انا رح اقدر تقدير هون شايفين قيمة الواي هون فبقدر شد البعض بيناتهم ممكن يكون كمان 35 او اقل شوي وهذا السيجمنت مبني هون صار عنا الشكل بهالشكل هذا فهاد شكل ببساطة ممكن نعطيه rendering enable enable rectangular بتصير مشاكل مثل هيك شي هي مشاكل ويلد كنترول A ونعطي ويلد تمام بكل بساطة مليون بساعد شو هلا هو شو الفكرة فيه عن جد شغلة انه انتو يعني ما فورا اول ما بنشوف جسم تبلش الشغل عرفتوا اقعدوا اسطونا وكونوا خطوط عملوا 2 3 لانه حنا اذا بلشتوا بخطوة غلط بتلبككم كثير فخلص هلا مباشرة فكرنا هاي سبلاين هاي رح نكملها بالخطوط اللي نشتغل فيها بكون لازم على فكرة نكمل له ظهر الكرسي كمان
يلا ما أنا مشكلة، كان صحاب شفته صحاب كونكت كوبي. ويلد رح أعمل النقاط هدول كورنر هو لأنه الظهر شفته معمول له تيبر، فمبدئيا هالشكل هذا، هاد شكل ماذا؟ السطح اللي بدنا ناخده هو استمرارية لإله، رح يكون بهالشكل هذا. ممكن نبدأ منه من سواء بوكس و اف اف دي بوكس، وراح اشتغل واجهة الخط نفسه. رح اعمل سيجمنت، اخذنا هدول الخطين، ورح اعمل لهم خيار شيء اسمه ديتاتش، او رح اخذ خط منهم في شيء اسمه ديتاتش وكوبي. اوكي، فشو صاروا هدول؟ ما انفصلوا عن الجسم الاساسي، عمل لي شو نسخة منهم. رح اعمل منه نسخة تاني هاد، تقريبا هيك شيء، وهدول النقطتين تقريبا لازم ندمجهم سوا، مع انه نظبطهم حسب الشكل اللي عندنا. بشو هذا نفسه؟ شفتوا سحب؟ ايه بدك تعمل ديتاتش بعدها، يعني رح يطلع بقلب الجسم، فنحن هون لا بدنا نطلع برا الجسم. رح اعمل له ويلد، يس ويلد، خلي لنا هاي النقطة سموث ونجرب. لا هلا في عنا امر اسمه ريفاين اضافة نقطة، كمان رح نجرب نعطيه هون سموث، نخليها كورنر قدر الامكان نوصل للشكل اللي بدنا اياه. هلا دايما يفضل، هلا انا هون تعاملت مع الشيبس، بس يفضل بالاسطح المنحني ما دائما نتعامل معه، ماشي؟ يعني ما دائما حالات بتزبط. رح خليه خط مستقيم بعدين نعدل عليه، ونرجع هون كونكت. هلا رح نشوف ليه. تمام، نسحبها اكسترود. بهالشكل هذا. هلا بدنا نزيد سيجمنتس طبعا. تمام، رح اجرب اعطيه مش سموث. هاي المشاكل بتصير، شايفين هاي الواجهة؟ ما فيها تقسيمات، لذلك بصير هيك مشاكل بال بالشيبس. طيب معلش نتراجع لورا شوي، رح اعمل هايد اخفيها مؤقتا، ورح ارجع اتعامل هون مع بوكس. زيد القيمة شوي، تقريبا ممكن شكل عن طريق FFD بوكس او اي امر تاني. شو اسرع طريقة؟ خفيفة شوي كده بولي. رح اخذ، بس معلش فعل انا ما مفعل النوافذ، كنت مفرمت. بدي اشكلها حسب الشكل هون وهون. كونكت، طلع تقريبا. رح اخده هلا على التنعيم، رح يفرق معنا الوضع شوي. معلش ناخد هي كونكت. الفكرة بدي اضيف تقسيمات هون، ماشي؟ ممكن عن طريق الانسيتس، ان شاء الله ما يعمل مشاكل، بس شوي تقطيعات بحيث انه وقت يعمل المش سموث ما يشوه الجسم مثل ما شفنا قبل. زيد تقسيمات شوي، يعني اضبط شوي من قبل. طيب هلا بنكمل الخطوات، بنشوف اذا ممكن نصلحها اكثر.
قبل الايديت بولي ممكن هون ناخذ الاف اف دي بوكس 3 ب 3 بس نشكلها شوي، وبعدين رح ندخل نفصل الدرزات والجسم. تمام، ممكن ناخذ هون بس نعطيها شوية، أنا برأيي نضيف شوية تقسيمات كمان هون. تقسيمات دائما نحاول إنها تكون خط يعني متصل كله مع بعضه، ما نخليها خط واحد لأنه بعدين لما بالوصل رح تعمل لي مشاكل. فرح أعطيه هون كونكت. تمام هيك، فأشوف النتيجة اللي صارت معنا، صار عنا هالشكل هذا. هلا هذا قريب إله، بس فكرة شو بدنا نعمل؟ الدرزي هاي. فهون رح ناخذ فكرة مهمة كتير وأمر كتير حلو، هو اكسترود للإدج بالبولي. يعني ممكن ناخذ أنا هذا الضلع Alt L، شو حدد لي؟ إطار، شفتوا له الإطار الأحمر؟ وممكن آخذ الطرف الثاني Alt L. هلا أنا عم أشتغل بالطرفين، بس ممكن أشتغل بطرف وأعتمد على السيمتري. يعني ممكن هيك ممكن هيك. هلا الاكسترود للايدج اذا اعطيناه هاي، شايفين شو عم يعمل؟ هلا ممكن له ويدث قاعدي، ممكن اسحب لبرا، ممكن شو نعمل له؟ فهذا الخط هلا اذا تنعم رح يعطينا بالنتيجه شيء قريب للدرزي. يعني تقريبا هيك شيء. هلا اي مانا كتير ظابطه، السبب انه رح انسخ منها نسختين بالشامفر. يعني الدرزي هي عباره عن خطين وخط واحد. اوكي، وبنرجع هون نعطيه تشامفر، عفوا اكسترود للايدج. هيك بتقوي الخط اكثر. نرجع نقول له شو اند ريزلت. مشوي ما بعرف اذا مبين عليكم، بس في انا كان عامله بالعكس. ليش اخذها بالعكس؟ كنترول زد. ارجع اتاكد من شغلي بالبولي. طيب نرجع اكسترود. كنت كثير مصغر مكبر الهايت. هلا النسب لسه بتطلع اضبط من هيك، بس هاي الفكره العامه. ماشي، يزبط فيها شغل. ظهر الكرسي نفس المبدا رح يكون، ممكن يكون عباره عن بوكس ما سطح من شكله بالاوامر هاي. طبعا هون رح نرجع انابل نزخر بس شوي الخط. مين بحب يجرب يرسم لنا ظهر الكرسي؟ عباره من بوكس، رح نضيق شوي بالفيديو بوكس، بس تفصيل الدرزات اهم شيء. شو الشباب؟ يزن فرج ما بدا شيء، بس مثل ما قلنا تشكيل بوكس على السطح. تفضل وجرب الاكسترود ايدج مع المش. خليك على الفرونت او على الليفت اصلا؟ هو على الليفت. على الرايت معناتها بدنا فيس في وار. في فيو وار. هاي اللي رح نشتغل عليها. يلا ناخذ بوكس. هي اطول من المسند، بيكون يعني عملها اطول، ظهر الكرسي اطول من المعدن. يعني هيك؟ لا كمان ايه كمان شوي، يعني شوية سناتير. اوكي، صيب زر اليمين. ماشي، حاول اربع سطح بالواي. يلا شوية تقسيمات مع تشكيل الاف دي بوكس. شو بتفعل الاربعه؟ تقسيمات بس. هلا التعامل مع المش سموذ بفضل تقسيمات تكون خفيفه، اوكي؟ ليش؟ لانه الحركه فيها رح تكون اسهل. هي بتفرق؟ ايه، بس اللي على السطح اللي بالعرض
شيلهم يعني ما بدهم كلهم ماشي تمام هيك. هلا حاول تشكله حسب الشكل المصوره بالاف دي بوكس بالاف دي بوكس ممكن واي امان ثاني ثلاثه ثلاثه بكفه. طيب اوكي يلا كنترول باينز معلش طولوا كمان شوي عشان لسه بتطلع مثل الصوره اهي مثلا اوكي وسكيل ضغط على ضغط يعني تقريبا بس خلي هدول زيدهم شوي وهدول شوي ضيقهم مشان ما يطلع الحناء النصانيات كمان ضيقهم شوي يعني تقريبا زيدهم هون شوي مثلا اوكي نرجع على المنظور بعدين شو بدك ترجعوا لورا شوي على الواجهه هلا انتبهوا هون لما نحن عم ناخذ فرونت من البوكس هداك هون ما واقفين على الفرونت صرتنا على المنظور فدائما لما ناخذ واجهات من الاختصارات فرونت اف وال شايفين فرق هلا فوق صار يلا نرجع على الفرونت بوكس هيك هون اعمل له روتيت بس شوي صغير ليجي هون لورا بس شوي صغير بنرجع نطبق المعدن اللي ما نفترسها يلا هلا اجرب اعطيه مش سموت نشوف التقسيمات تبعته كيف اذا طلع كثير ناعم بكون بده زياده سيكمنت زيد الايتريشنز هي بقيم المش سموت للتنعيم بس هاي ما بنزيدها فوق 2 3 لحد اقصى يعني لانه كثير بزيد التقسيمات طيب ضبط نسبي هلا على هالاساس هذا سواء بلفت دي بوكس بتشكيل على يعني بقصد ما تخلي شيء ناخر بس السكيل ظبطه ورا مشان ما يبين هذا لا ليه بس السكيل شوي ما بطل البوكس شوي هيك تمام نزله شوي لتحت من هون كان فيك ترفع النقطة النصانية مشان تطلع فوق عرفت شلون بالاف دي بوكس مشان ما تتداخل بقصد معه تمام شكلها حسنا ظبطنا الدرزات شو هاي الدرزات؟ شو قلنا بنعمل اول شيء؟ بدنا نرجع على الكولي اكسترود تشامفر اوف الايد وبعدين اكسترود زيت شو اللي حولي بولي؟ بالبوكس انتقل بس على البوكس بس ايدين كولي ما تحولوا تحويل بتروح كل شيء مش سموث تمام ناخذ الايد بس اهم شيء الغير شو عند الدرزات ما بتعرف شو عم تشوفوا تمام اف 3 هلا وين الدرزات بدها تكون الان حروف؟ معلول تمام والطرف الثاني كمان خدان الت و ال يعني بصوت الواجهتين نشتغل فيهم هون كنترول تمام الت و ال في فوق عندك طرفين حددهم شو؟ هلا هذا حددته وشيله؟ لا خليهم خلص محددات بس بصوت فوق استمرارية الخطوط حدد لا ما حددتهم حدده الطرفين كمان لا ما هي رح نعمل درزات هون اذا هيك هاي هيك هيك كنترول تمام بالطرف الثاني نفس الكلام نضل نحدد هذا كمان؟ ايه نقرا ولو ايه هلا بس الت ال ماشي كنترول تمام هيك معلش بدنا نشوف شغلي عمل شو اند ريزلت طيب فعل ثلاثي ما كثير توضح معنا هلا طيب بنكمل الدرزات بعدين بنشوفها برجع انا افكر على شكل ليش هيك طلع هيك الشكل؟ لا هلا شو الفكره؟ المشكله التحديد احيانا بعمل مش سموث حول الشيء المحدد بس عرفتوا شو الفكره؟ فهلا احنا لما نحصل تحديد ترجع بتتعدل
لا ما تعمل شيء هلا، انت بس تلغي شغل الجزر تمام. خلونا نشتغل هيك بعدين نفصل كل شيء ونرجع نحدد. اول شيء نحن نعطيك شامفر بقيمة ولا بدون قيمة؟ انا اخذها بالقيم ادق مشان ما كثير نزيد الهدوء؟ لا ما في داعي للسيجمنتس هدول تمام. وبنرجع هلا بعدها بدنا نعطي اكسترود هي بكفي الاماونت. معلش قرب شوي عليها مشان نشوف نجيب أخف شوية. ودخلها لجوا بالويت بالهايت. لا بالعكس. هلا إذا ما نتخيلها كمان. ما عليك ولو تشوفها شوي على المش سموث. شايفين كيف بينت اللون؟ المش سموث المفروض تظبط. طيب أوكي. طيب بس كويس على الكل يفصل تحديد أول شيء. تمام؟ ونرجع هلا المش سموث. إيه قرب عليا. قرب الأقبع للدرزات، شيل الفرمة. شايفين هالكيفة؟ ماشي؟ فهيك تعمل رح يكون مع الأسطح اللي أوكي؟ رح نظبط بس ال لتظبيط نسب الأكل في بوكس، شكلها إذا بدك تسوي الشكل. نحكي شوية عن السكريبت بعد شو قناة تزيع ولا شو؟ ماذا يعني؟ إيه دور شوي إيه تمام تقريبا نص ثانية. طيب تمام هني؟ أوكي ماشي عطيان لون واحد لون أسود مع القاعدة عطيان لون أسود جلد أسود. متحدد كلهم يعني لحد يدافع ما دي ما ماشي ماشي اوكي شكرا. صعب شيء فكرة الاكسترود بس هي المهمة. في ملاحظة بس كنت عم بقول كونفرت بولي فكرة مهمة بس انا ممكن اعمل سألتوني مرة عليا هي اكسترود اوكي اكسترود هاد رح اعطيك كونكت بس عشان افهم شو عم يصير. هلا ممكن انا اخذ جزء من جسم اللي هو هذا حلو. طيب هلا هذا بدي اطبق له تيبر. انتبهوا الملاحظه اللي اعطاني اياها على يمين تيبر شو اعطيني رمز البوليجون يعني من الذهن انه التيبر هلا عم يطبق بس على مين على الشيء المحدد فبقية جسم رح يتاثر شيء. لحظة مين عم يتأثر بس؟ وصلت فكرة لهون؟ طيب هلا بالغلط لغيت التحديد بالبولي شوفوا النتيجة كيف صارت. شو صار التأثير هلا؟ على كل الجسم. وصلت هاي الفكرة؟ فمعناته دائما أنا لما بدي أطبق تحديد على الجسم خلصت منه فورا برجع بثبت إني أرجع أحول من أول وجديد. هاي نقطة مهمة كثير ماشي؟ تون كيف؟ طيب هلا خلينا نضيف بند كمان فوق هاي هلا هون نحن نطبق اوامر تعديل على شو على جزء من الجسم اللي هو شو بس الشيء المحدد. طيب اذا فصل التحديد الاوامر هاي رح تصير مبنيه على شو على كل الجسم مع الشيء المحدد. عرفتوا شو الفكره؟ فدائما نحن بدنا نضيف شيء لجزء من جسم منثبته كيف ننثبته انه نحول من اول جديد لايديك بولي. لا ما انفصل كله جسم واحد بس انا بعد عندي خيارة اوامر التعديل فدائما ما نعملها غير لما نشوف انه نكون مخلصين مأمنين انه القيم هاي ما تتعدل تمام. فبس هي الفكرة بدنا ناخذها ضمن خيارات الشغل بهيك مجسمات. نسب تلعب دور تشكيل الجسم بتشوف النتيجة يعني هي نتائج كتير عالية بالموديلينج.